تحية لكم كبيرة. بحب لكم نحن عطول بفضلكم عنا هالأمل الموجود. بفضلكم عم نقدر نجيب هالأدوية ونجيب هالحليب ونجيب هالحفاضات ونجيب هالأكل وهالمواد الغذائية، وعم ندفع أجرات وعم ندفع موتور كهرباء وعم نجيب جرة غاز وعم نجيب سجاد وعم نجيب تياب وشوزات وأحذية واللي بدكم إياه. بفضلكم، بفضل كل شخص عم بيساعد. ولكن أنا اليوم بدي ساعد أطفال عم بدقوا على صوت الغد ليطلبوا هدية، ليطلبوا كادو، ليطلبوا جيفت لكريسمس. حابين يشوفوا بابا نويل، حابين يشوفوا سانتا كلوز، حابين يفرحوا لأنه أهلهم مش قادرين يجيبوا لهم شيء. بدي منك ومنك وكل شخص عم بيشوف هذا الفيديو، بدي كادو، بدي تبعت لي هدية إن شاء الله بتكون بآخر الدنيا. كيف تبعتها؟ تتصل وأنا بقول لك. بدي كل شخص يعمل يلي بحبه، بدي كل شخص يعمل يلي بيشوفه مناسب لأطفال لبنان. أطفال لبنان بحاجة لألكم. نحنا بصوت الغد كل سنة عم نقدم كادويات، بس السنة كتار من الأشخاص بعتوا، كتار من الأشخاص بعتوا شو بدهم، رسائل 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 لصوت الغد. عملوا معروف، كونوا حدنا، خلينا نحن وياكم نفرح هالأطفال اللبنانية بهدية صغيرة فيك تفرح قلب طفل، بعلبة حليب فيك ترجع له فرحته ابتسامته. صدقوني علبة الحليب ما عم نلاقيها والله العظيم. ما بدي نق عليكم هلا، بس صدقوني هيدا اللي عم بصير وهيدا الواقع يلي عم نعيشه بلبنان. نحن وياكم بصحتك بالدنيا، خلينا من اليوم نعطي أمل لهالأطفال ونعطي فرحة للأهل، لأنه الأهل ما قادرين يجيبوا شيء. برجع بذكر الدولار صار ب 41,000 ونحن عم نعمل المستحيل لنفرح العالم لحتى نساعدهم. فرجاء الاتصال وين ما كنت بالعالم 00961317319. عملوا معروف، ناطرينكم وينعاد عليكم وميلاد مجيد. وإن شاء الله يا رب يا رب نطلع عليكم بغير فيديو ونقلكم نحن بدنا نساعد.